أهلا بكم بترند نخيل. 5 أشخاص في باكستان يواجهون عقوبة السجن لمدة 5 سنوات بسبب قطعهم رجل جمل. هاي لو بالعراق عندنا عليها فصل مليارين. هلا هلا بالرحمة والروح الإنسانية. مبابي يكمل اليورو بقناع واقن بعد الإصابة. هسا احنا منين نتلقاها؟ من ناصر الخليفي لو من ليزرات لابورتا؟ ضاع الولد من إيدنا. انخفاض أسعار النفط وبرميل البرنت يستقر فوق ال 84 دولار. المطرة والصحة شو محصل العاقول؟ والنقص يعوضوه من جيب المواطن. قائد منتخب تشيك علينا أن نحرم رونالدو من المساحات. منتخب تشيك مهتم برونالدو أكثر من البطولة نفسها، وإذا على المساحات ابنه حولوها زراعي. بعثة الحج العراقية تفوز بالمركز الأول لجائزة لبيتم الكبرى كأعلى بعثة حج إسلامية تقييماً للمعايير والمواصفات المطروحة خلال العام الحالي. حج مبرور وسعي مشكور وألف مبروك.